لو جه انا حاطه القطر جوه البيت وهو تخطى بقى، تخطى موضوع واساء، ساعتها بعمل ايه؟ بسحب امتيازات. موضوع المراهق ان انا ازعق ما بيجيبش نتيجه، اذا كان ما بيجيبش مع الولد، افتكروا القصه اللي انا قلتها في اول البث. الولد يقول ماما ما كنت تقولي لي هيك، ولا تقولي لي انصرف، يلا انصرف، لا كنت تقولي لي كذا كذا كذا، ومن فضلك حبيبي بليز ممكن تبعد عن الكهرباء، انا كنت بعت. موضوع الزعيق في الفتره او الصوت العالي، ودي مشكله الحوار، بتخلي الولد ذات نفسه رافض رفض تام، ما بيسمعش انت بتقولي ايه من الصح، مش مركز، البنت مش مركزه انت بتقولي ايه، هي مركزه في ايه؟ امي الغوريلا اللي صوتها عالي، اللي عماله تزعق لي، اللي عماله تقول لي، وانا مش عارف هي بتقول لي كده ليه، وانا انا اصلا مظلوم بقى في العيله دي، وبعدين بقى انا الكون كله حواليا، ونظريه المؤامره بقى، وخصوصا في فتره السن دي. قلت لك لو فتحتي مخ المراهق لشفتي مجموعه من التضاربات ومجموعه من الصراعات داخل مخه، زي ودايما بقول لكم كده الامهات اتفرجوا على فيلم انسايد اوت. انسايد اوت فيلم كرتون تحفه جدا جدا، الفيلم ده بيوريكي مخ المراهق عامل ازاي لما يشوف مثلا بنت بيتلخبط، حتى لو كان بصي طول عمره بيتعامل مع البنات، جير مش عارفه غضب، فمركز تحكم الغضب بيعمل ايه، هو بيبقى في صراع حقيقي. طيب خالف الامر، يبقى بسحب امتيازات، ما بزعقش، ما 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 بقولش طب لو حصل اعتذر، تاني في كل نقطه بقولها لو حصل اعتذر، معلش يا اولادي انا اسفه يا اولاد، مش عيب ولا هينقص منك شيء ولا من كانوا ولا الكلام ده، الكلام ده غلط. الامهات اللي فاهمه لا، وازاي وانا اقول واقول ايوه اقول لهم انا اسفه انا افورت معلش انا صوتي عالي، ما كانش تصدقوا فعلا امكم ما كانتش فاهمه في التربيه كذا، لكن ده صح، انتم مسامحيني، طب معلش المره الجايه هنعمل كذا، ممتازه ممتازه لو مسيتي على كده. طيب احنا قلنا قطر في البيت، ولو حصل تغيير القطر اعمل ايه، وقوانين كمان، قوانين المجتمع اللي حواليا، ايه الحاجات اللي الحقوق وايه الواجبات، عشان ابقى اعرفها هو لسه خبرته صفر، انت جوجل بتاعه، انت الموسوعه بتاعته، فانت قولي اعمل ايه وما اعملش ايه.